على مر العصور لم تغيب تلك المنطقة عن المشهد وتأثيرها في العالم بأثره، بداية من تكوين إمبراطورية فارس إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تلك البلد التي تسيطر على مساحة كبيرة من الأراضي وتضم مختلف الثقافات والديانات في واحدة من أقدم الحضارات في العالم. في هذا التقرير أعد لكم فريق قناة المجلة أحد أهم الحقائق التي ربما لم تكونوا تعرفونها عن الجمهورية الإيرانية أو ما يعرف قديما ببلاد فارس. إيران هو اسم مختصر للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإيران تعني بالفارسية أرض الآريين. تم استخدام الكلمة محليا في عهد الساسانيين في العصور القديمة، وفي العصور الحديثة استخدم مجددا عام 1935، وقبل ذلك كان البلد يعرف ببلاد فارس. عاصمتها طهران، وهو اسم مركب من ته وتعني تحت، وكلمة ران وتعني الأرض المنبسطة. ويقال إن السبب وراء هذه التسمية هو وجودها عند سفح جبال البرز، والتي وفرت لسكان العاصمة أماكن الاختباء من المهاجمين عبر التاريخ. تعتبر طهران أسوأ مدن العالم من حيث التلوث الهوائي، حيث يموت يوميا أكثر من 27 شخصا في العاصمة بسبب الأمراض المرتبطة بهذا التلوث. تحتل إيران المرتبة 18 في العالم من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها 1,600,000 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 78 مليون نسمة. والمسلمون يشكلون الغالبية العظمى هناك، هناك أقلية أخرى من اليهود والمسيحيين والبهائيين. يشكل الشباب دون 24 عاما أكثر من نصف السكان، فيما تصل نسبة البطالة 14.6%. تتميز إيران بموقع جيوسياسي ممتاز، فهي نقطة التقاء ثلاثة مجالات أسيوية، غرب آسيا ووسطها وجنوبها، كما أنها تطل على مضيق هرمز. لدى إيران حضارة قديمة منذ أكثر من 4000 سنة قبل الميلاد، مما يجعلها واحدة من أقدم الحضارات في العالم. تحتل إيران مركزا هاما في أمن الطاقة الدولية والاقتصاد العالمي بسبب احتياطاتها من الغاز الطبيعي والنفط، حيث يوجد في إيران ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، ورابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط. الفارسية هي اللغة الرسمية في الجمهورية الإيرانية، هذا بالرغم من وجود أكثر من 100 لغة أخرى. أما الديانة الرسمية فهي الإسلام، أغلبهم يتبعون المذهب الشيعي، حيث يمثل أصحاب المذهب السني 9% فقط من السكان. تمتلك إيران جيشا يعد من أقوى الجيوش في العالم ب545,000 جندي، كما أن لديها حوالي 350,000 فرد من قوة الاحتياط. وتمتلك إيران ميليشيا شبه عسكرية من المتطوعين، وتضم حوالي 90,000 فرد بدوام كامل في الخدمة العسكرية. إيران لا تستخدم التقويم الغربي، بل تستخدم تقويما هجريا فارسيا، ويسمى بالتقويم الهجري الفارسي، ويطلق عليه أيضا التقويم الإمامي نسبة لأئمة الشيعة 12، ويعتقد أن لكل إمام منهم شهرا. لا تسمح إيران ببناء ولو مسجد واحد لأهل السنة في العاصمة طهران، والتي يقطنها أكثر من 1,000,000 مسلم سني. ويواجه أهل السنة مضايقات واسعة، ويمنع على أي سني تقلد أي منصب رسمي كبير في الدولة. الشذوذ الجنسي في إيران يعاقب عليه بالإعدام، ففي ظل منع العلاقات المثلية هناك، أصدر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية الخميني فتوى تتيح إجراء عملية تحويل جنسية. ومنذ عام 2008 احتلت إيران أكبر بلد في عملية التحويل الجنسي بعد تايلاند. المثير هنا أن الحكومة الإيرانية تقدم التسهيلات المادية لمن يريد إجراء مثل هذه العمليات. أطلق على إيران عاصمة عمليات تجميل الأنف في العالم بسبب التزايد الشديد في عمليات التجميل هناك، ومن الطبيعي أن تجد طفلة أو طفلا في 14 أجري عملية تجميل من هذا النوع. أخيرا يحظر على الإيرانيين ارتداء رابطة العنق، وذلك للاعتقاد السائد هناك بأن رابطة العنق تشير للصليب.
للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة وانضم لأكثر من 1,000,000 مشترك وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه.